ثم مشاهدين قناة تايم سبورتس في كل مكان، يعني بالتأكيد لقاء مع كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني. كابتن حسام برحب بك على تايم سبورتس. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني كابتن، يعني اكيد الفتره القادمه في الدوري الممتاز هيكون في توقف للمنتخب الاولمبي وبطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 عام، هيتم الاستغلال الفتره دي ازاي المنتخب الاول؟ يعني انت بتسعى المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي طبعا يعني استعداداته بعيد عننا خالص، يعني عنده مجموعته وفي طبعا بعض اللاعبين اللي المفروض يكونوا موجودين معانا لكن موجودين مع المنتخب الاولمبي حسب اتفاقي وحسب وعدي، يعني مش هيبقوا موجودين معانا في الفترة الأولى، ولسه بنشوف إمكانية بمنتهى الصراحة إمكانية لاعبين لو موجودين في قائمة المنتخب الأولمبي، لأن المنتخب الأولمبي عنده مرايم 8 وعندهم 11، فإن شاء الله أتمنى ليهم التوفيق، ولكن لو إن شاء الله فازوا في المباراتين دول يبقوا تأهلوا بشكل كبير، هل هتبقى لنا حسابات أخرى في 14، وهل يجوز كل الكلام ده بنستفسر عنه على أساس نعرف إيه لوائح الاتحاد الافريقي بالظبط، لكن زي ما انا وعدت انا قلت يعني المباراتين الاوائل بالنسبه للمنتخب الاولمبي مش هيبقى معانا لعيبه المنتخب الاولمبي. على الجانب الاخر طبعا في صعوبات زي ما انا قلت وشرحتها قبل كده بالنسبه لانتهاء بعض الفرق من ارتباطاتها المحليه، في فرق يعني احنا عارفين اخر مباراه في الدوري المفروض تبقى يوم 28، لكن في فرق هتلعب يوم 23، في فرق هتلعب 28، في فرق هتلعب قبل كده، وكمان في فرق هتلعب بعد كده يوم 10 نوفمبر زي الاسماعيلي وطنطا، عندهم مباراه مؤجله. المحترفين ارتباطاتهم هتستمر لغايه يوم 10 نوفمبر، يعني قبل مباراه كينيا باربع ايام، فدي طبعا صعوبات كبيره جدا ان يعني مش هيتم تجميع كل القائمه اللي المفروض هركز عليها لمباراه كينيا في وقت واحد، هيتجمعوا على فترات متفرقه، فدي طبعا صعوبه كبيره جدا. يعني كده كابتن صعوبات كبيره طبعا لعدم وجود لاعبين كتير في المنتخب الاولمبي. على جانب اخر كابتن، كان في هناك طلب للعب مباريات وديه مع المنتخب الاول، هل تم الاستقرار على فرق معينه يتلعبوها؟ هو بالفعل يعني احنا فكرنا طبعا زي ما قلت لك في بعض الفرق هتنهي ارتباطاتها المحليه في وقت مبكر، فبالتالي الفتره الزمنيه لغايه يوم 14 هتبقى بعيده قوي، هيبقى يعني كتير قوي ان انت تقعد كل الفتره دي ما تلعبش مباريات. فكرنا ان احنا نعمل مباراه يوم 8 نوفمبر بالمجموعه المتوفره، بالرغم ان هيبقى في مجموعه كبيره جدا اللي مش موجوده زي المحترفين، زي ما قلت لك مجموعه بيراميدز كلها هتلعب يوم 3 مع في خلال البطولة الكونفدرالية، فبالتالي برضو هيبقى عندهم ارتباطات، فكل ده بنشوفه ان شاء الله ونتعامل معاه، لكن انها كنت اتمنى طبعا كل اللاعبين يتجمعوا في وقت مبكر وكلهم يبقوا متاحين واعمل مباراه وديه وكل اللعيبه تبقى موجوده، لكن ده مش هيبقى متوفر قبل مباراه كينيا. طبعا حضور حضرتك النهارده لمباراه الزمالك والمقاولون العرب اكيد في نظره كبيره للاعيبه كتير في الفرق المصريه، هل هيكون في وجوه جديده في المنتخب المصري الفتره القادمه؟ طبعا الباب مفتوح، وطبعا طول ما احنا بنشتغل هيبقى في متابعه، هتبقى في فرص للناس، بنتابع انا والجهاز الفني المباريات وبنروح المباريات بنتابع كل اللاعبين واللي هيظهر بشكل كويس طبعا، وحسب احتياجاتنا وحسب اللي احنا شايفينه، عندنا مشاكل طبعا في بعض المراكز فبنتابع ونشوف، ربنا يسهل ان شاء الله ويبقى هناك اضافات جديده ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا كابتن حسام والتوفيق. شكرا.